بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه بكم. موالي لا أحصي ثناكم، ولا أبلغ من المدح كنهكم، ومن الوصف قدركم. مساكم الله بالخير أعزائي مشاهدي قناة فدك المباركة، وتقبل الله أعمالكم وصيامكم ودعاءكم في هذه الليلة التي تعتبر من أهم ليالي القدر المباركة إن شاء الله، والله يوفقكم لإحياء هذه الليلة. نلتقي معكم في ليلة رمضانية جديدة من برنامج الليالي الرمضانية، ويسعدنا دائما أن نستضيف سماحة الشيخ ياسر الحبيب. مساك الله بالخير سماحة الشيخ. مساكم الله بالخيرات والبركات. سماحة الشيخ، بالبداية تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم، ونحب تتفضلون في ورقة البحث، وإن شاء الله نتلقى الأسئلة بعد ما تنتهون من ورقة البحث على الأرقام التي ستوضع على الشاشة. تفضل سماحة الشيخ. أحسنتم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين. صلى الله عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين، ولعن الله قاتليك وجاحدي إمامتك. قبل ليال خلت سئلنا في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله عن كتاب مزعوم ادعي أنه لأحد فقهاء الشيعة، وأن هذا الكتاب الذي قيل أن اسمه زينبيات أباح فيه ذلك الفقيه للولد أن يداعب أمه مداعبات جنسية. قلنا حينها أن هذا الكتاب لا وجود له أصلا، ما من كتاب بهذا العنوان في هذا الشأن، كما أن المنسوب إليه هذا الكتاب وهو أحد المعاصرين لا نعده فقيها شيعيا أصلا، بل هو بتري منحرف. ثم علقنا على هذا الكلام بقولنا إنه لم يعد مما يمكن أن ينتصر به بقايا أبناء عائشة، لم يعد مما يمكن الانتصار به لهم هذه الأيام الكذب. لقد كان ينفعهم أن يكذبوا في القرون والعقود والأزمان الماضية، حيث لم يكن بالإمكان التوصل إلى الحقيقة بسهولة. أما في زماننا هذا مع وجود وسائل الاتصال،
فإنه لا يسعهم ولا يمكنهم الانتصار بالكذب بعد الآن. ولذلك نصحناهم قائلين بالمحكية أن بطلوا هذه الحركات، يعني كافي كذب، تختلقون لنا كتابا وتنسبونه إلى أحدنا ثم تزعمون أن فيه هذه المخازي. إن الطائفة التي تلجأ إلى الكذب هي طائفة منهزمة بلا شك ولا ريب. بعد ذلك استرسلنا في الكلام وقلنا أنه نحن نستنكف سيما في هذه الليالي المباركة أن يأتي على لساننا مثل هذه المخازي، مثل هذه الأمور التي قد تجرح حياء المؤمنين في هذه الليالي المباركة. وإلا فإنه بإمكاننا على سبيل المثال أن نأتي ببعض فتاوى علمائكم وأئمة مذاهبكم الأربعة ونحن صادقون فيما ننقله، تلك الفتاوى التي كل من يسمعها لا شك يدرك أنها بعيدة كل البعد عن الإسلام العظيم لما فيها من قذارة ونجاسة وإباحة للمحرمات. وضربنا مثالا على ذلك فتاوى أبي حنيفة الإمام الأعظم عند أهل الخلاف. قلنا أن لأبي حنيفة فتوى فحواها أنه من وطأ أمه وقد لف على إحليله خرقة وكان عاقدا عليها فإنه يدرأ عنه الحد، لا يحد حد الزاني وإنما يرتفع عنه الحد، فلا حد عليه لأن صورة المبيح قد وجدت وإن لم يبح الفعل والنكاح بذاته. قلنا هذا اعتمادا على محفوظاتنا وما علق بذهننا في الواقع. فاتصل علينا البارحة الدكتور، يعني من عرف نفسه بأنه الدكتور عمر من الأعظمية، وطالبنا بالدليل على وجود هذه الفتوى في فقه أبي حنيفة، مبديا استعداده أن لو أحضرناها له وأبرزناها أمام الكاميرا أو أمام الشاشة وجئنا بالكتاب فإنه سيترك هذا المذهب وسيأخذ من الآن فصاعدا بفقه جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليهما. أجبته بالأمس بأني لا أتذكر الآن بالضبط أنه أين تجد هذه الفتوى أو هذا القول لأبي حنيفة، لكن على ما ببالي راجع كتاب البحر الزخار فإنك إن شاء الله تجدها هناك،
ووعدته بأني أراجع لأن الكتاب لدي وأراجع إن شاء الله تعالى وأحضره أو أحضر هذه الفتوى له في الليلة المقبلة وهي اليوم وهي هذه الليلة. فأنا راجعت الكتاب وحقيقة اكتشفت أننا قد أحسننا الظن بأبي حنيفة. كان الذي علق في ذهني أن الرجل لا يوجب حدا على من وطأ أمه بلف الخرقة على ذكره مع وجود صورة العقد بينهما، فإذا بي أكتشف طامة أكبر وهي أن الرجل لا يشترط في درء الحد وجود الخرقة أصلا، وأنه يكفي هذا العقد الباطل أساسا بينهما، فإذا وطأ أمه بلا خرقة ولا أي شيء فإنه لا حد عليه والحال هذه. فأقول إنا قد أحسننا الظن بأبي حنيفة وإذا بنا نجد أنه أقذر وأبشع. أما تلك الفتوى التي علقت في ذهننا عن لف الإحليل بالخرقة فكانت في واقع الأمر تتعلق بالمحرم حين يكون في الحج، فهل له أن يطأ أهله وهل في ذلك كفارة؟ فقالوا وهم جملة ممن قالوا، لا أبو حنيفة وحده، من أولئك أيضا الشافعي إذ قال بأنه إذا استعمل الخرقة ووطأ فلا كفارة ولا يكون قد نقض إحرامه. على أي حال وعدت الأخ أن آتي بهذا الدليل وإذا بي أجد ما هو أفظع، وها أنا إن شاء الله تعالى أعرض له هذا المصدر كما وعدته. وفقط هنا أنا أنبه أنه ليس من عادتي أيها الإخوة أنه آتي بالكتب وأبرزها أمامكم على الشاشة كما يفعل الآخرون، يعني هذا ليس أسلوبي، لست الحمد لله بكاذب حتى يعني يطلب مني أحد أن آتي بالكتاب نفسه حتى أريكموه، هذا يفعله بعض الوهابية وبعض المخالفين في قنواتهم وبعض صغار المعممين عندنا، أما أنا لا أحب حقيقة هذا الأسلوب، يعني لا يعجبني أن آتي بالكتاب وأتصنع أقوم بمثل هذه المسرحيات أو التمثيليات، إنما ألقي إليكم الكلام وأرشدكم إلى المصدر، وفي كثير من الأحيان أذكر المجلد والصفحة من ذلك المصدر، وأنتم عليكم أن تراجعوا، فإن وجدتموني كاذبا لا سمح الله أو مدلسا فارجعوا واعترضوا. أما أنه أقوم أنا بمثل هذه التمثيليات وهذه الأسلوب هذا الأسلوب أنا لا أحب حقيقة، ولولا إصرار هذا الأخ الذي اتصل هذا الدكتور عمر، لولا إصراره على أنه آتي بالمصادر عينها وأبرزها أمامكم لما فعلت ذلك، لكني أفعله يعني استجابة لما طلبه مني. هذا الكتاب إن شاء الله يكون واضح، لا أعلم إن كان يبدو واضحا في الشاشة، هذا البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، وهو كتاب موسوعة معروفة في فقه المذاهب، تأليف الإمام المجتهد المهدي لدين الله أحمد بن يحيى بن المرتضى المتوفى سنة 840 هجرية، وضبط نصه
ووفى أو ووثق تخريجاته وعلق عليه الدكتور محمد تامر، كلية دار العلوم قسم الشريعة، منشورات محمد علي بيضون لنشر كتب السنة والجماعة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. المجلد السادس، الصفحة، كتاب الحدود، الصفحة 217، يقول: مسألة ها شين فو، من درسوا هذا الكتاب ويعرفونه في كليات الشريعة وما أشبه للطائفة البكرية يعرفون معاني هذه الرموز. ها نسبة إلى الهادي وهو أحد أئمة الزيدية، شين نسبة إلى الشافعي، فو نسبة إلى أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني صاحبي أبي حنيفة، فهو ينسب إليهم هذا القول، هذه المسألة، ويذكر رموزا لأسمائهم على نحو الاختصار. يقول: ها شين فو، ومن استعار أمة للوطئ أو عقد في العدة أو بذات رحم محرم، استعار أمة للوطئ أو عقد في العدة أو بذات رحم محرم، يعني بالأم، بالأخت، بالبنت ذات رحم محرم، فوطئها عالما بالتحريم، عالما بذلك ووطأها حدة. هذا على رأي من؟ على رأي الشافعي والهادي وعلى رأي أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني. ثم يقول: حاء، حاء هذا الرمز لمن؟ لأبي حنيفة. يقول: حاء لا حد إذ العقد شبهة. معنى ذلك أنه عند أبي حنيفة أن الذي يعقد على أمه ذات محرم ويطأها عالما بالتحريم، دقق، عالما بالتحريم، لا حد عليه إذ العقد شبهة. هذا ما في البحر الزخر. إن قال قائل: لا ألتزم بما في البحر الزخار لأنه جامعه أو كاتبه هو من أعلام الزيدية، مع أن الكتاب كما رأيتم مطبوع من منشورات محمد علي بيضون لنشر كتب السنة والجماعة، والكتاب مصدر ومرجع الكل يسلم به، إنه يجمع آراء أصحاب المذاهب كافة بما فيهم بمن فيهم مذهب الإمامية، ولا أحد يشكك في منقولاته للعلم، والكتاب يدرس ويطالع وهو مرجع حتى عند الطائفة البكرية. ولكن حتى إن شكك، أنا من أجل أن يكون هنالك استقرار واطمئنان عند الأخ السائل أتيت بمصادر أخرى من المكتبة المصورة أو الرقمية، وهذه المصادر التي أذكرها هي من مصادر الحنفية أنفسهم، أي من هذه المصادر من مصادر فقه أبي حنيفة. الكتاب الأول بدائع الصنائع، هذا بدائع الصنائع، ما أدري تقرؤون أم لا تقرؤون، يعني واضح يبين عندكم؟ نعم واضح شيخنا، نعم سمعت الشيخ، واضح. جيد، هذا بدائع الصنائع، اسم الكتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مؤلف من قبل أحد أعلام الحنفية وهو الإمام علاء الدين أبي بكر ابن مسعود الكاساني الحنفي، المتوفى سنة 587، تحقيق وتعليق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود،
منشورات محمد علي بيضون لنشر كتب السنة والجماعة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. هذا الجزء التاسع. أيضا كتاب الحدود، الصفحة 190، الصفحة 190، تنزل هنا تقرأ هذه العبارة، يقول: وكذلك إذا نكح محارمه أو الخامسة، الخامسة يعني الزوجة الخامسة، حرام، لا يجوز العقد على أكثر من أربع بالعقد الدائم. وكذلك إذا نكح محارمه أو الخامسة أو أخت امرأته، عنده امرأة وتزوج أختها، أيضا حرام وباطل، والوطء هنا زنا، حرام. وكذلك إذا نكح محارمه أو الخامسة أو أخت امرأته فوطئها لا حد عليه عند أبي حنيفة وإن علم بالحرمة، حتى إذا كان عالما لا مشتبها، عالم بالحرمة. هذا الكلام الذي جاء في بدائع الصنائع للكاساني الحنفي. مصدر آخر أيضا من مصادر الحنفية، وهو كتاب تأسيس النظر. هذا كتاب تأسيس النظر، تأليف الإمام أبي زيد عبيد الله عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي، ويليه رسالة الإمام أبي الحسن الكرخي في الأصول، تحقيق وتصحيح مصطفى محمد القباني الدمشقي، دار ابن زيدون، بيروت، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة. هذا أيضا مصدر من مصادر المذهب الحنفي في الفقه، الفقه الحنفي وأصول الفقه. الصفحة 148، هذه الصفحة 148، أيضا الفقرات الأخيرة، يقول: إذا استأجر امرأة ليزني بها لا للخدمة، إذا استأجر امرأة، يستأجرها، يدفع فلوس، يقول: أستأجرك لكي أزني بك، مو لكي تخدميني. إذا استأجر امرأة ليزني بها لا للخدمة فزنى بها لا حد عليه عند أبي حنيفة. هذه أيضا طامة من الطامات، أنه الآن يجوز لك أن تدفع مالا لأي امرأة وتقول: أنا أستأجرك للزنا، يقول: لا حد عليك. إذا استأجر امرأة ليزني بها لا للخدمة فزنى بها لا حد عليه عند أبي حنيفة، لأن صورة المبيح قد وجدت وهو العقد وإن لم يبح. وعند محمد وأبي يوسف والإمام الشافعي يجب الحد، الآخرون عندهم حد في هذه المسألة. زين، ثم يقول: إذا تزوج ذات رحم محرم، إذا تزوج ذات رحم محرم منه فوطئها وهو يعلم أو لا يعلم لا حد عليه، لأن صورة المبيح قد وجدت وهو النكاح وإن لم يبح وهو قول أبي حنيفة. هذا قول أبي حنيفة، لك أن تنكح أمك حتى بدون خرقة، تنكح أمك بشرط أن تقول لها: زوجيني نفسك، تزوجك نفسها، أنت تقول: قبلت، هذه الصورة المبيح، فلك أن تنكحها ولا حد عليك، لأن صورة المبيح قد وجدت وإن كان هو في ذاته ليس مباحا.
هذا ما جاء في تأسيس النظر للدبوسي الحنفي. مصدر أخير وهو ما جاء في المحلى، والمحلى مصدر معتبر شهير عند الطائفة البكرية في فقه المذاهب، وهو لابن حزم الظاهري المعروف. وابن حزم استبشع في كتابه هذا فتوى أبي حنيفة هذه، وشن هجوما شديدا عليه وعلى أتباعه لقولهم بهذه المسألة التي هي في الواقع تبيح الزنا بالمحارم وتسوغ للإنسان أن يقوم بهذا إذ أمن الحد. هو إنما يدرأ الحد بذلك، ولا شك أن هذا من البشاعة بمكان، ولا ينسجم أبدا مع الإسلام. هذا كتاب المحلى لابن حزم الأندلسي، تصنيف الإمام الجليل المحدث الفقيه الأصولي قوي العارضة شديد المعارضة بليغ العبارة بالغ الحجة صاحب التصانيف الممتعة في المنقول والمعقول والسنة والفقه والأصول والخلاف، مجدد القرن الخامس فخر الأندلس، أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم المتوفى سنة 456. إدارة الطباعة المنيرية، تحقيق محمد منير الدمشقي صاحب ومدير إدارة الطباعة المنيرية، إدارة الطباعة المنيرية بمصر بشارع الأزهر درب الأتراك رقم 1 إلى آخره. هذا اللي موجود في الصفحة الأولى من الكتاب. الجزء الحادي عشر من كتاب المحلى، الصفحة 253. لاحظ هنا رقم الصفحة، هاي صفحة 253. يتحدث عن زواج المحارم فيقول: وقد اختلف الناس في هذا، فقالت طائفة: من تزوج أمه أو ابنته أو حريمته أو زنى بواحدة منهن فكل ذلك سواء، وهو كله زنا، والزواج كلا زواج إذا كان عالما بالتحريم وعليه حد الزنا كاملا، ولا يلحق الولد في العقد، وهو قول الحسن ومالك والشافعي. يقول هذا قولهم، وهو لا شك قول صائب. أن تتزوج ذات محرم منك، تتزوج أمك، هذا زنا، هذا ليس نكاحا شرعيا. فإذا وطأتها بهذا العقد الذي هو أصلا باطل فأنت عليك الحد، الأمر واضح، ولا يشفع لك أن تقول إني قد عقدت عليها. إلى أن يقول بعدما ذكر رأي الحسن ورأي مالك ورأي الشافعي في أن هذا زنا وعليه الحد، يأتي إلى قول أبي حنيفة فيقول: وقال أبو حنيفة: لا حد عليه في ذلك كله، ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته وأخته وجدته وعمته وخالته وبنت أخيه وبنت أخته عالما بقرابتهن منه، عالما بتحريمهن عليه، ووطئهن كلهن، وطأ كل محارمه بهذا العقد الذي هو صورة المبيح. أبو حنيفة يقول: لا حد عليه، مع علمه بالتحريم، مع علمه بقرابتهن منه، لا حد عليه.
هذا ما دفع ابن حزم الأندلسي أن يشن هجوما على هذه الفتوى القذرة الساقطة المجوسية التي تبيح نكاح المحارم، فهاجم أبا حنيفة وهاجم أولئك بقوله: هذا هو التطريق إلى الزنا، أنه أنت تعبد طريقا للزنا وإباحة الفروج المحرمة، وعون لإبليس على تسهيل الكبائر، وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزني علانية إلا فعلا، وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهما يستأجرها به للزنا. يتحدث عن الفتوى الأولى لأبي حنيفة، وهي جواز أن تستأجر امرأة للزنا فيرتفع بذلك عنك الحد. يقول: هذا أنت هكذا تعبد طريقا للزنا، وكل يفعل هكذا. إلى أن يقول عن الحنفية، يقول: ثم علموهم وجه الحيلة في الزنا، وذلك أن يستأجرها بتمرتين وكسرة خبز ليزني بها، ثم يزنيان في أمن وذمام من العذاب بالحد الذي افترضه الله تعالى. ثم علموهم الحيلة في وطء الأمهات والبنات بأن يعقدوا معهن نكاحا ثم يطؤونهن علانية آمنين من الحدود. بربكم، أهذا من شرع محمد صلى الله عليه وآله أم من شرع المجوس؟ أبو حنيفة هذا، أخاطب هذا الدكتور عمر، بالله عليك، يستحق رجل كهذا بهذه الطريقة يفتي؟ يستحق احترامك؟ يا أهالي الأعظمية، لا تنخدعوا بهذا الخبيث المجوسي الذي يحلل لكم أو يعبد لكم طريق نكاح المحارم والعياذ بالله، بأنه فقط عليك بأن تعقد. هو شنو أساسا العقد هذا، جائز؟ تعقد على أمك، صورة المبيح موجودة، فخلص روح جامعها ولا حد عليك. أي عاقل يقول بمثل هذا الكلام، فضلا عن أن يكون فقيها؟ الإسلام الذي هو الدين الطهر، دين الطهارة، بالله عليكم تكون فيه مثل هذه الفتاوى المجوسية؟ المنصف حين يعرف من شخص أنه يحلل مثل هذه الأمور أو أنه يفتي بمثل هذه الأمور ويعفي الناس عن الحد الذي افترضه الله عز وجل للزجر عن هذه الأمور، لمنع هذه الأمور، لمنع نكاح المحارم، الله وضع هذه الحدود الشديدة، فيأتي من يرفع هذه الحدود فيعبد الطريق لنكاح المحارم بفتاواه هذه. كل منصف حين يسمع من شخص مثل هذه الفتاوى فإنه لا يحترمه ويبرأ إلى الله تبارك وتعالى منه، ولا يأخذ لا بفقهه ولا يتبعه أصلا يعرف أنه خارج عن الإسلام. فشجع قلبك ولا تقبل على نفسك أن تكون تبعا لمثل هذا الرجل الخبيث بفتاواه القذرة الساقطة الإباحية هذه، والتزم بوعدك الذي قطعته على نفسك بالأمس، أن إذا ثبت هذا على أبي حنيفة فإنك تنتقل لاتباع جعفر بن محمد صلوات الله عليهما. أتترك فقه آل الرسول صلوات الله عليهم، هذا الفقه الطاهر
وتأخذ بفقه هؤلاء. كن شجاعا وفي هذه الليلة الرمضانية المباركة ادخل في رحاب الولاية لآل محمد عليهم السلام، وتعبد بما يقولون هؤلاء الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بأن نتبعهم حين قال: ألو، تفضل كمل. تسمعني؟ اي نعم اكمل، سمعت شيخ. نعم، اتصورت الخطاب لي. نعم، اقول ان النبي صلى الله عليه واله امرنا بان نتبع اهل بيته صلوات الله عليهم في حديثه المشهور المستفيض، حديث الثقلين، الذي قال فيه: تركت فيكم الثقلين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فلنترك إذن أمثال أبي حنيفة وأضرابه، ولنتبع الأئمة الشرعيين من عترة رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى نطهر أنفسنا بولايتهم، ونتعبد بالشرع الذي أنزله الله عز وجل على جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله بلا تحريف ولا تدنيس. تفضلوا. دام فضلك سماحة الشيخ، طيب الله أنفاسكم وأحسنتم على هذه ورقة البحث، ونحن نقدم عرض للأخ الدكتور عمر من الأعظمية. نقول له دكتور، فقط بس الأمس كنت لما عندما اتصلت على قناة فدك اتصلت من رقم يعني خاص أو لا يظهر في الشاشة، لذلك لا يوجد لدينا رقمك لكي نتصل عليك. الآن إذا تسمعنا على الهواء إن شاء الله، فقط اجعل رقمك عند الإخوان في الكنترول يكلمونك إن شاء الله، والمكالمة تكون على يعني إن شاء الله من عندنا، تكون على حساب قناة فدك. وإحنا إذا عندك ملاحظة وعندك استشكال هم إن شاء الله يستفيدون الإخوان، وإذا اقتنعت بكلام سماحة الشيخ تتفضل وتعلن تشيعك كما وعدت يوم الأمس، وإذا عندك استشكالها إن شاء الله سماحة الشيخ يوضح لك. سماحة الشيخ، طبعا بالبداية أعزائي المشاهدين، المفترض كان عندنا اليوم الدكتور يوسف محمود الصديقي من جامعة قطر اللي كان معانا في اليومين السابقين، واعتذر وذلك لانشغاله في تحضير كتب في القاهرة، لأنه فقط في زيارة القاهرة وليس في موطنه الأصلي قطر، وعنده تحضير للكتب، وكذلك يقول عندي إحياء ليالي القدر، فنستميحه العذر، ووعدنا بعد رمضان يكون ضيف دائم في المناقشة على قناة فدك، كما وعدنا أنه يأتي إلى لندن هنا ويناقش سماحة الشيخ ياسر الحبيب. ونحن نقول للدكتور يوسف الصديقي وكذلك الدكتور عمر اللي عرف نفسه بالدكتور عمر من الأعظمية، ولكل شخص ولكل شيخ ولكل مثقف من الطائفة البكرية، هذه القناة هي صوت الحق، تريد أن تسمع منكم الكلمة التي تريدون أن توصلوها للناس، ونحن نقول بدولنا نرجع عليكم هذه الكلمة، وإن شاء الله الإخوان يهتدون في المناظرات هذه. سماحة الشيخ، بالبداية قبل لا نفتح المجال للإخوان المتصلين، اتصل علينا أخ عزيز علينا الأخ ثار الدراجي، ويسامحنا لأن تداخلنا مع الدكتور يوسف الصديقي وما جاوبنا على أسئلته. كان عنده سؤال حلو بالبداية، يقول: هذه السنة احتفالكم المبارك بهلاك عدوة الله عائشة لم يلاقي الصدى والضجة التي فعلها أنصار عائشة في السنة السابقة، ونادوا يا لثارات عائشة. فيقول: لماذا هذا؟ هل هم تقبلوا الأمر و على بالدارجة يعني اشربوا ان امهم تكون في النار؟
تفضل سماحة الشيخ. يعني إذا يتذكر الإخوة في السنة الماضية حين احتفلنا بهلاك عدوة الله عائشة زاد الله عذابها، قلنا في التعليقات بعد ذلك التي كانت مسجلة وقد بثت بحمد الله تبارك وتعالى في خضم تلك المعمعة التي أحدثها أهل الخلاف، كنا نوجه الخطاب للأمة أجمع أنه تريثوا وستجدون أن هذه مسألة وقتية ومجرد يعني ضجة مفتعلة مؤقتة بسبب أن الأمر جديد لم يعهدوا، ولكن نتيجة السنة المقبلة إن شاء الله إذا أحيانا الله هكذا تحدثنا أنه واحتفلنا من جديد ستجدون أن الصدى أو يعني ردة الفعل ستكون جدا أضعف، وثم في السنة التي تتلوها يعني السنة الثالثة تكون أضعف وأضعف إلى أن تتلاشى نهائيا ويعتاد على سماع هذا النداء أو هذه الصيحة أو هذه الصرخة التي هي صرخة الحق، عائشة في النار، صرخة المسلمين الحقيقيين الذين يريدون الخير لبقية إخوانهم، فينبهوهم على أن هذه المرأة عدوة لله وهي في النار، فلا يجوز للمسلم أن يتولاها بل عليه أن يبرأ منها. فحين ذاك سيعتادون على هذا الأمر وسيتعايشون معه، حتى أننا قلنا بأنه سيأتي زمان يأتيك هذا الأخ المصري يعني أخوك المصري ويقول لك بمحكيته كل سنة وانت طيب، في يوم 17 من شهر رمضان المبارك ذكرى هلاك عدوة الله عائشة، ففقط عليكم بأن تتريثوا. الذي حصل هذه السنة بحمد الله تعالى أنه كان الذي قرأناه والذي توقعناه قد وقع، بل أفضل منه قد وقع، لأنه أصلا لم يكن هنالك أي رد فعل إلا الشيء اليسير جدا، يعني حسب ما أبلغني الأخوة بالمكتب، يعني أصلا وكأن شيئا لم يكن، فالاحتفال قد جرى بحمد الله على ما ينبغي ويراد، بل إنه توسع هذه السنة وكثير من المدن الإسلامية احتفل أهلها بهذه المناسبة وأقاموا مجالس البراءة هذه، سواء في العراق أو في القطيف أو البحرين أو الكويت أو عمان، مصر، فرنسا، دمشق، يعني بلدان كثيرة حسب ما أبلغنا بحمد الله عز وجل. فمع كل هذا ومع أنه هذه السنة عرض هذا الاحتفال لأول مرة على شاشة قناة فدك، لأنه السنة الماضية ما كانت قناة فدك قد انطلقت في وقت الاحتفال، يعني انطلقت بعد ذلك وثم قطعت أيضا، فمع كل هذا ما وجدنا يعني ذلك ردة الفعل تلك يعني أبدا، وهذا ما يعطينا مؤشرا واضحا على أنه الفرقة البكرية ستتعايش من الآن فصاعدا مع حقيقة أن هنالك فئة لا يستهان بها من المسلمين يصرخون قائلين إن عائشة في النار ويحتفلون بذكرى وفاتها حتى يحصنوا أنفسهم وأبناءهم من أن ينخدعوا بهذه المرأة، فسيتعايشون مع ذلك ويعتادون عليه، وهذه يعني نعمة من الله تبارك وتعالى. وإنكم لو تتبعتم، وهذه أقولها هكذا يعني لا تحاسبوني عليها أو يعني لا تتوقفوا عندها كثيرا ولا تسألوا عن أنه لماذا أربط بين الأمرين، ولكن أنتم خذوها إن شاء الله في المستقبل تنكشف لكم بعض الحقائق الغيبية.
أنه إذا تتبعتم تجدون أنه من بعد هذا الاحتفال ما مضت إلا أيام بدأنا بتسجيل التعليقات شبه اليومية على الضجة المفتعلة من أنصار عائشة، وقلناها صراحة بأنه من الآن سيبدأ تاريخ جديد لهذه الأمة، وستكون سنة خير وبشارة. وها أنتم ترون الحمد لله أنه هذه السنة جرت فيها من التحولات ما كان قبل سنة من الخيال. في هذه السنة قتل أسامة بن لادن لعنة الله عليه، في هذه السنة يسقط طواغيت العرب واحدا تلو الآخر، سقط طاغية تونس ثم طاغية مصر والآن طاغية ليبيا وغدا طاغية سوريا وبعد طاغية اليمن وهكذا. فهذا الاحتفال كان مفتتح خير لهذه الأمة، إنها سنة بركة وكان بدء بركتها هذا الاحتفال المبارك. وهنالك علاقة ولكن هذه تبان إن شاء الله في المستقبل. المهم أبشروا، المهم أبشروا، وكلامي لجميع أبناء الأمة، عهد جديد، مرحلة جديدة، تاريخ جديد، وزمن جديد، وأيام إن شاء الله تعالى إذا اجتهدتم ومضيتم في الطريق، أيام وتشرق شمس المهدي من آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، وحين ذاك تعرفون معنى ذلك الحديث الشريف الذي فيه أن متكلما إذا ما قام أو تكلم متكلمنا وقام ذلك الاسم الخاص الذي يستدعي القيام، لأبدى من أمورهما ما كان يكتم، ولكتم من أمورهما أي أبي بكر وعمر ما كان يظهر. طريق الخلاص يبدأ بإسقاط الرموز المنحرفة التي جاءت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله مباشرة، وهم أبو بكر وعمر وعائشة عليهم جميعا لعائن الله. أحسنت، طيب الله أنفاسكم، ونشكر كل الإخوان اللي احتفلوا في هذا الاحتفال هذه السنة، ونشد على يديهم وإن شاء الله يتوسع سنة عن سنة. ناخذ بالبداية اتصال من الأخ أبو محمد من الكويت. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم. عظم الله أجوركم. أمير المؤمنين عليه السلام. وتقبل الله طاعتكم إن شاء الله. الله يحفظكم. وهلا بشيخنا الحبيب أخوي عبد الله. أولا حياكم الله. أهلا وسهلا. عمر اللي اتصل من الأعظمية. أقولها بقول صريح، ولو كشفنا لهم السماء ولو ما فيها من عذاب لقالوا كنا سكارى أو كنا نائمين. وإن شاء الله يتصل على القناة ويعلن إعلانه، ولكن لا أعتقد بذلك. وأرد على الدكتور الثاني اللي من قطر. للأسف الشديد أمس الشيخ يعرض له كل الأمور وينكر ذلك أمام الملأ كله، وأنا أقول أنت دكتور في مجتمعك البكري، ولكن أنت طالب عند أخي وحبيبي ياسر الحبيب. وأشكركم على سماعي، وأشكر شيخنا وأشد على إيده. الله ينصرك بحق محمد وآل محمد ويعلي مقامك إن شاء الله يا رب العالمين. وأنا مشتاق بس إني أبوس أقدامك يا شيخنا، وتشرفت في معرفتكم، ومع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله. أستغفر الله، جزاكم الله خير. أحسنت، بارك الله فيك على هذه المداخلة الطيبة. وناخذ اتصال من الأخت أم أحمد كذلك من الكويت.
السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا أخوي عبد الله، وبقيني بس نشكر الشيخ. بس عندي سؤال صراحة واحد، وهو أننا بنعرف السبب الحقيقي والجوهري وراء كره عدوة الله عائشة للإمام علي عليه السلام. يعني إحنا يمكن شيخ ترى من قبل بس إحنا ما سمعناه. قديما كنا نتوقع حادثة الإفك أن هي المعنية فيها، وبعدين الشيخ سمعناه قال لا مو هي. فنعرف شنو السبب الحقيقي ليش تكره الإمام علي الصخر. فهذا هو السؤال، وبس شاكرين لكم جزيل الشكر على هذا البرنامج. حياك الله وتقبل الله أعمالكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم في هذه الليلة الفضيلة. أخ عبد الله بس بقيت أقول شيء، إن إحنا أنا واحدة من الناس اللي يوميا أدعو لكم، أدعو للشيخ عبد الله لحد صلاة الليل، إن الله يجعلكم أنت وعلى رأسكم طبعا الشيخ عبد الشيخ الحبيب، إن يجعلكم إن شاء الله من أنصار الإمام المهدي عجل الله فرجه. صراحة والله يعني هذا من قلب صادق، لأن أنت بالفعل يعني وعيتونا على أشياء عمرنا ما كنا، يعني أنا قبل 20 سنة كنت سنية، إحنا من عائلة سنية أبن عن جد. بعدين تغيرنا طريق القراءة ولله الحمد. بس لأول مرة بنسمع صوت ينادي بهالطريقة، لأن إحنا نفرح عاشر من غير سبب، بس الحين وعينا، الحين فهمنا. فنشكركم ما تتصوروا ايش كثر أنتم هديتونا صراحة، يعني الحمد لله الواحد قبل لا يموت يعرف حقيقته، ويعرف حقيقة اللي صار قديما يعني بالإسلام. فشاكرين لكم الله يبارك وإن شاء الله الله يسدد إن شاء الله خطاكم وعلى رأسكم الشيخ. وإن شاء الله يا رب يعني الله يفرح قلبكم مثل ما أنتم فرحتوا قلبي. الله يخليك. شاكرين لكم وبتخشوا. الله يبارك فيك ويتقبل الله أعمالكم إن شاء الله. ونشكرك شكر جزيل على الدعاء لنا، وبارك الله فيك إن شاء الله. ناخذ أبو حسن من الجزائر. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا الاخ عبد الله، والسلام على سماحه الشيخ. حياك الله اخوي حسن، بارك الله فيك. كنت اريد اطرح سؤال على الدكتور. عليكم صديقي. السلام ورحمه الله. امبارح كان طلب مصدر اخر يعني من يدل على كفر عائشه، فاستحضرني قولها ما هو الحكم المسلمه يعني تحرض على القتل وتكفر شخصية يعني بين قوسين من أحد خلفاء الراشدين، أقتلوا نعتلا فإنه قد كفر. نعم. والسؤال الثاني، هل يمكننا أن نأخذ نصف ديننا من شخصية معروف عليها الغيرة الشديدة والحسد؟ وشكرا. أحسنت، بارك الله فيك أخ حسن. وطبعا السؤال للدكتور، الدكتور اليوم اعتذر، إن شاء الله بالمداخلات اللي وعدنا فيها إن شاء الله بعد شهر رمضان توجه له السؤال. وناخذ الآن اتصال من الأخ أحمد، الأخ أحمد من البصرة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عليكم السلام. عظم الله أجركم. أجرك أعظم إن شاء الله، تقبل الله أعمالكم. العفو العفو، إحنا ساكنين الجمهورة يعني بصراحة. حياك الله. وأتمنى يعني عندي اقتراح. تفضل. الصراحة عندنا حجج قوية، عندنا رجال أتباع، جاي نشوف مثلا على سبيل المثال مو مستوى الرجال اللي موجودين، ولا بشجاعتهم ولا يعني. الأخ أحمد الصوت وايد منخفض، ما قاعد نسمعكم، أنا مو سامع شيء صراحة. نعم نعم. طول صوتك الله يخليك. إي أنا أقترح الحديث اللي الأحاديث اللي عندنا إحنا في المجتمع، والأحاديث اللي عندهم هم، بحيث الأحاديث الموجودة في هذا الحديث يكون حجة قوية جدا، يعني بعد ما يقدر الخطأ يعني يروح للماء أو يراوغ أو غير مسألة. أتمنى يعني أنا أتمنى جهود
كتاب يجمع احاديث بين الطرفين، هاي الاحاديث حجه على الطرفين. احسنت ان شاء الله، مشكور على اقتراحك. وما ادري ظاهر الصوت ما قاعد يوصل للمشاهدين بصوره واضحه، فنشكرك وتقبل الله اعمالكم ان شاء الله. وناخذ اتصال من الاخ آصف من الجزائر. السلام عليكم اخ آصف. ما شاء الله. السلام عليكم. السلام على سماحتك. تفضل اخ آصف. السلام عدم الله اجركم. اجرك اعظم ان شاء الله، تقبل الله اعمالكم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. وتفكك انيتكم بمناسبة اعداد سقوط طاغوت معمر القذافي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ان شاء الله ان شاء الله. بارك الله فيك. وعلى ال محمد ان شاء الله لما اضطروا لهم. ان شاء الله. تبين الرشد الطرفي. بارك الله فيك. تفضل. يا مولاي. تفضل. عن الماسونية. نعم تفضل. هي المقومية العربية الفكرية. نعم. تفكر خطر كبير على الأمة. نعم. وأردوا على اسمي. أخ آصف أنت قاعد تسمعنا من التلفاز، قاعد تتكلم كلمة وتسمع من التلفاز، لو سمحت تخليك معي على الهاتف حتى يكون كلامك متواصل. نعم. نعم تفضل. نعم. اخفض على التلفاز بارك الله فيك. نعم. اريد فقط ان اقول على الفكرية الفكرية. المنصورية الفكرية من الهيش تقنع تقنع. نعم. هو خايف جدا من الشيعة. هو خايف جدا من الشيعة العربي. خصوص المذهب الشيخ محمد الجعفري. اخوان الصوت عندكم واضح في الكنترول لاني انا ما اسمع عدل. فنطلب من الاخ آصف الاتصال مره اخرى لان الصوت مو واضح وانا ما قاعد اسمع. انا كذلك لا اسمع شيء، ما استطيع ان اميز. اخواني لو سمحتوا في الكنترول اذا الصوت ما يوصل للجمهور بطريقه جيده اخبروني حتى ما نخلي الاخ يتكمل. لان في بعض المرات انا بالي انا اللي ما اسمع، يعني صوت يوصل للجمهور. تاكدوا من هذا الشيء بارك الله فيكم. ناخذ اتصال من الاخ حيدر من ايران. السلام عليكم. اهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تقبل الله اعمالكم. منا ومنكم صالح الاعمال. كل وعظم الله اجركم اعظم ان شاء الله. بمصاب امام علي عليه السلام. بارك الله فيك. وسلم على شيخنا الكريم. انا قرات في كتاب كبر كبير من كتب الايراني. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. المجوس كانوا ان ينكحوا محارمهم. وهل كان في العرب ان ينكحوا محارمهم؟ والسلام عليكم ورحمه الله. وادعو الشيخ ان شاء الله لا انسان ابدا. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ حيدر من إيران. ناخذ اتصال من الأخ مالي. علي من الحجاز. إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. مساكم الله بالخير. مساك الله بالخير والعافية. أولا نسألكم الدعاء شيخنا. نعم إن شاء الله الآن سجل. أبقى معايا بس. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام. تفضل. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون أفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. شيخنا العزيز لقد حطمت هبر رمز السخافة والدجل وحطمت سواع ويغوث ويعوق ونسرة وودة وأنصاب وبعل. بقي عليك يا شيخنا العزيز الأصعب وهو العجل الصنم العجل الذي في صدور القوم وهو صعب جدا. ليس أنا الذي أقول عنه صعب إنما هو قول الله تعالى فأنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. واشربوا في قلوبهم العجل. أما سؤالي إلى الشيخ سؤالي عن الحج مسألة هذه لازم يرد عليها. عندما يذهب المسلم إلى الحج يقوم بأعمال الحج كلها إلا طواف النساء لم يقوم به سهوا أو متعمدا ويرجع إلى بلده هل تحرم عليه زوجته؟ ولو أتى زوجته وحملت ماذا يكون مصير المولود؟ هل يكون ولد حرام أو حلال؟ وهل هذا الأمر يطبق على المخالفين إذا لم يأتوا بطواف النساء والأخذ بأنهم يحجون الحج العمري؟ وهل يثبت تحريم عمر الملعون لمتعة الحج ومتعة النساء وعدم العمل بهذا الركن في الحج الواجب يثبت أنهم أولاد زنا وهم يحجون من 1400 سنة؟ وأقول وآخر قولي اللهم لعن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة ومن رضي عنهم لعنة يستغيث بها ويضج بها أهل النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم إن شاء الله. وإن شاء الله سؤالك راح نوجه لسماحة الشيخ. ناخذ اتصال من الأخ عبد الله أحمد من الإمارات. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. كيف حالك؟ حياك الله بخير. عظم الله أجركم. أجرك أعظم. تقبل الله أعمالكم. وحي سيدي ومولاي الشيخ ياسر الحبيب. الله يحييك إن شاء الله. أخوي عبد الله. استغفر الله. حياكم الله وبياكم. آية الله العظمى والحجة الدكتور الصديق أمس. يعني المفروض أنه هو يكون دكتور أكاديمي وباحث يعني هو أول ما بدأ بالهجوم على سماحة الشيخ وإنك أنت تنصب نفسك إله وقام يتكلم بطريقة يعني وما نشوف إلا سماحة الشيخ ما شاء الله كله حلم وكله وهذه أصلا من صفات العلماء ما شاء الله. يعني بدأ قال أنا أتحدى إذا أنت تجيب لي حديث إن الإمام علي شتم أحد الحكام وسماحة الشيخ طلع له الحديث وبالسند وكل شيء قال هل هذا حديث نبوي؟ طيب انت قلت انت ما بين حديث نبوي انت قلت بس امرين الامام علي ليش بعدين في علم التجريح وعلم الرجال ولف يمين ولف يسار واخيرا حتى ما جاوب يعني. طيب هذه اصلا انت تقول انا مفلس يعني اقول انا اصلا ما اعرف افتح المجال لغيرك اساس انه يتكلم يعني ابدا انا اشوفه يشط يمين وشمال ولا جاوب اصلا ما جاوب. بعدين يقول مثلا سمعت الشيخ يقول له طيب انت ما رايك في المقوله اللي هل هاي المقوله كفريه؟ يقول انا ما كفر احد. طيب يا اخي هو يقول لك المقوله ما قالك القائل. يعني الحين طبعا ابليس لما رفض سجود لادم هل يقول والله ابليس انا ما كفر ابليس؟ شو الكلام يا اخي؟ يعني مو كلام منطق اصلا ولا حتى كلام باحث ولا كلام انا حتى ما اعرف انا كيف يعني انت لقب دكتوراه او باحث. انا اقول اذا انت مفلس ما عندك لغه وصراحة هو البارح يبين نفسه أمام سماحة الشيخ بأنه أصغر تلميذ أصلاً. أنا أنصح أنه شوي يأخذ شوي دروس بالفقه وباللغة. يعني أمس والله العظيم أقسم بالله بأن أمس يا سماحة الشيخ ما شاء الله يعني كله حلم وقاعد يفتص الغضب منه ويعطيه من الحقائق لكن سبحان الله أنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء.
وفي كلمة بس أحب أقول إلى سيدي ومولاي الشيخ ياسر الحبيب، أقول أقسم بالله بأنك نطقت شجاعة الشيعة أنت على لسانك، والله إن شاء الله ينصرك ويفتح عليك أكثر وأكثر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونحن نفتح مجال الرد للدكتور يوسف السلمي إذا يريد أن يرد على الأخ عبد الله من الإمارات، كذلك نعطيه حق الرد إذا يحب يتصل. سماحة الشيخ أم أحمد من الكويت عندها سؤال، وهي من المتشيعين المستبصرين إن شاء الله والمهتدين. تقول: السبب الحقيقي وراء كره عائشة لأمير المؤمنين سلام الله عليه، بالبداية افتكرنا أن كرهها هو كما يزعم البكرية من حادثة الإفك، فهي سمعت منكم نفي حادثة الإفك جملة وتفصيلا أنها نزلت بحق عائشة، فلماذا تكره أمير المؤمنين؟ لقد ذكرنا في كتاب الفاحشة عللا وأسبابا هذه الكراهية والبغضاء والحقد الشديد الذي كان يعتمل في صدر عائشة تجاه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إذا أرادت الأخت الكريمة أن تراجع فلتراجع كتاب الفاحشة الفصل الرابع. ولكن ها هنا أذكر فقط شيئا مما قاله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في هذا الشأن. هذا حديث أخرجته أنا في كتاب الفاحشة عن كتاب الجمل لشيخنا المفيد رضوان الله تعالى عليه. فقد سئل مولانا أمير المؤمنين عليه السلام عين هذا السؤال بعدما هزم عائشة في معركة الجمل، فبين أمير المؤمنين عليه السلام بعض الأسباب التي دفعت عائشة لأن تكرهه وتعاديه. تقول الرواية التي رواها المفيد عن عمر بن أبان قال: لما ظهر أمير المؤمنين على أهل البصرة جاءه رجال منهم فقالوا: يا أمير المؤمنين، ما السبب الذي دعا عائشة إلى المظاهرة عليك حتى بلغت من خلافك وشقاقك ما بلغت، وهي امرأة من النساء لم يكتب عليها القتال ولا فرض عليها الجهاد ولا أرخص لها في الخروج من بيتها ولا التبرج بين الرجال، وليست مما تولته في شيء على حال؟ فقال عليه السلام: سأذكر أشياء حقدتها علي ليس في واحد منها ذنب إليها، ولكنها تجرمت بها علي. أحدها تفضيل رسول الله لي على أبيها وتقديمه إياي في مواطن الخير عليه، فكانت تضطغن ذلك ويصعب عليها وتعرفه منه فتتبع رأيه فيه. وثانيها لما آخى بين أصحابه، آخى بين أبيها وبين عمر بن الخطاب، واختصني بأخوته، فغلظ ذلك عليها وحسدتني لسعدي منه. وثالثها، الحديث طبعا طويل ولكن إن شاء الله سأذكر قسما أو قسطا وافرا منه، لأنه أتصور ربما معظم المؤمنين بل معظم المسلمين يسمعون هذا الحديث للمرة الأولى. وثالثها، أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله بسد أبواب كانت في المسجد لجميع أصحابه إلا بابي، فلما سد باب أبيها وصاحبه وترك بابي مفتوحا في المسجد
تكلم في ذلك بعض أهله، فقال صلى الله عليه وآله: ما أنا سددت أبوابكم وفتحت باب علي، بل الله عز وجل سد أبوابكم وفتح بابه. فغضب لذلك أبو بكر وعظم عليه وتكلم في أهله بشيء سمعته منه ابنته فطغنته عليه. يعني عائشة سمعت أباها يتكلم بشيء ضد أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فحقدت الطغنت من الضغينة علي لأجل ذلك. وكان رسول الله أعطى أباها الراية يوم خيبر، وأمره ألا يرجع حتى يفتح أو يقتل، فلم يلبث لذلك وانهزم. فأعطاها في الغد عمر بن الخطاب وأمره بمثل ما أمر صاحبه، فانهزم ولم يلبث. فساء رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك، وقال لهم ظاهرا معلنا: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كرار غير فرار، لا يرجع حتى يفتح الله على يديه. فأعطاني الراية فصبرت حتى فتح الله على يدي، فغم ذلك أباها وأحزنه، فاطغنته علي وما لي إليه ذنب في ذلك، فحقدت لحقد أبيها. وبعث رسول الله أباها ليؤدي سورة براءة، وأمره أن ينبذ العهد للمشركين، فمضى حتى الجرف، فأوحى الله إلى نبيه أن يرده ويأخذ الآيات فيسلمها إليه، فعرف أباها بإذن الله عز وجل، وكان فيما أوحى الله عز وجل إليه: لا يؤدي عنك إلا رجل منك، وكنت من رسول الله وكان مني. فطغن لذلك علي أيضا، أي أبو بكر، وأتبعته عائشة في رأيه. وكانت عائشة تمقت خديجة بنت خويلد وتشنئها شنآن الضرائر، وكانت تعرف مكانها من رسول الله صلى الله عليه وآله، فيثقل ذلك عليها، وتعدى مقتها إلى ابنتها فاطمة، فتمقتني وتمقت فاطمة وخديجة. ولقد دخلت على رسول الله ذات يوم قبل أن يضرب الحجاب على أزواجه، وكانت عائشة بقرب رسول الله صلى الله عليه وآله، فلما رآني رحب بي وقال: ادن مني يا علي، ولم يزل يدنيني حتى أجلسني بينه وبينها، بينه وبينها، فغلظ ذلك عليها، فأقبلت إلي وقالت بسوء رأي النساء وتسرعهن إلى الخطاب: ما وجدت لإستك يا علي موضعا غير موضع فخذي. فزبرها النبي، يعني انتهرها، فزبرها النبي صلى الله عليه وآله وقال لها: ألعلي تقولين هذا؟ إنه والله أول من آمن بي وصدقني، وأول الخلق وردا، علي الحوض، وهو أحق الناس عهدا إلي، لا يبغضه أحد إلا أكبه الله على منخره في النار. فازدادت بذلك غيظا علي. ثم يعدد أمير المؤمنين عليه السلام الأسباب، وذكرنا أيضا أسبابا أخرى مستفادة من الروايات والآثار. فالمرأة بسبب هذه الأمور، بسبب هذه المواقف، كان علي يعلو نجمه، وكان أبوها يخمل ذكره، فحقدت على علي صلوات الله عليه حقدا شديدا. أحسنت. طيب الله أنفاسك سماحة الشيخ، وناخذ اتصال من أبو صالح. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أبو صالح. يا حبيبي، أنا طلبي الوحيد إن شاء الله من الشيخ أطلب منه أنه بكرة يتكلم عن رزيت يوم الخميس، لأنه قبل شوي في قناة المستقلة دي اتصل واحد من الكويت ينكر عن يوم الخميس، إنه عمر هو اللي قال للرسول إنه يحجر، ينكروا ذي الناس ينكروا. أطلب منك يا عبد الله وتطلب من الشيخ إنه في طروحته الأولية بكرة فقط يتكلم عن رزية يوم الخميس، ويطلب منهم ذي البكريين حتى يكون يردوا عليه، لأنه هذه حاليا قبل شوي أنا كنت أشوف قناة المستقلة ذي ينكروا إنه عمر بن الخطاب
هو اللي بتكلم على الرسول. وابغاك دائما ارجوك يا الشيخ اسمعني، تروح الرئيسيه بكره انها تكون رئيسيه يوم الخميس، ويطالب منهم ديلا مشايخهم البكريين انه يردوا على الشيخ، هل انه عمر اللي قال او غير عمر؟ وشكرا. شكرا لله. احنا ننقل اقتراح الاخ صالح الى سماحه الشيخ، وشأن الشيخ هو يقرر ورقه البحث عن ماذا يوم غد ان شاء الله. ناخذ عبد الهادي من طهران. اسمحوا لي اتكلم هنا على عجل. تفضل. حبا وكرامه للاخ السائل المتصل الذي احسب من لهجته أنه من المهتدين إن شاء الله إلى ولاية آل محمد عليهم السلام، هذا إعلان مني لجميع الناس أن موعدنا غدا إن شاء الله تعالى الليلة القادمة أني سأحاكم عمر بن الخطاب على رزية الخميس، سأجري محاكمة علنية أمامكم جميعا طبقا للمصادر وشهادة الشهود، لكي نعرف هل أن عمر بن الخطاب اتهم النبي صلى الله عليه وآله وقال أنه يهجر أم لا، فأبلغ ذلك لجميع الناس، وموعدنا إن شاء الله في الغد إن شاء الله، ولعنة الله على عمر بن صهاك. ناخذ عبد الهادي من طهران. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تحياتي لكم ولكل عباد الصالحين. حياك الله. من الشيخ الكبير ياسر حبيب في بيعة من بعد عمر إمام عليه السلام لم يقبل الخلفاء من في الحاضر عام. أريد أن يبين لنا الشيخ الكبير لماذا لم يقبل حاضر عام. وتحياتي لكم ولكل الصالحين. أحسنت. السؤال كان اخواني في الكنترول، لماذا لم يقتل الامام عمر؟ الامام عمر بن الخطاب ان شاء الله، اعتقد كان السؤال هكذا. ناخذ ابو فاطمه من المدينه المنوره. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. حياك الله اخوي، فقط حبينا نسلم على شيخنا من المدينه المنوره وندعي له عند الرسول الاكرم سلام والتوفيق. سلام الله على اهل المدينة البتول. سلام الله، نسالكم الدعاء في هذه الليله. ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك ابو فاطمه. وعليكم السلام. في قلوبنا شيخ، نسالكم الدعاء ابو فاطمه. وعليكم السلام. الزهراء البتول المظلومه واللعنه الدائم على اعدائها. جزاك الله خيرا، وانتم كذلك جميعا اهل مدينه رسول الله صلى الله عليه واله. أحسنت. جميعا أنتم في قلبي أدعو لكم. نسألك الدعاء عند الله يحفظكم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. وأنتم كذلك نسألكم الدعاء. حفظكم الله بحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أمان الله. في أمان الله حياك الله. صلاة. ناخذ اتصال من الأخ أبو وعد. الأخ أبو فاطمة الصراحة يعني بس قال المدينة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أبو وعد السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعزيكم هذه الأيام في مقتل الأمير المؤمنين عليه السلام. عظم الله أجرك إن شاء الله. سلامنا إلى الشيخ المحترم. حياك الله. سيدي السؤال المعروف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واحد أو امرأة. فأخوال السيدة عائشة إذا كانت يعني بدون شهادة أي واحد ثاني تكون باطلة، وكل أقوالها وأحاديثها هي باطلة، وهذا إذا قال واحد لا، مثلا إذا كان نكر زوجة النبي نقدر نقول كيف نكر أبو بكر على فاطمة الزهراء عليه السلام قولها إن فدكت منحت لها من الرسول، كذبها وطلب منها الشهادة. وحديث عائشة ما عندها شهادة، ما فيها تشهد يعني.
يعني هي حديث امرأة واحدة وقفناها مع 4000 حديث بدون شهيد، وهي امرأة، ونحتاج إلى امرأتين حتى تكون الصوت صحيح. رجاء السلام للشيخ المحترم، مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ناخذ حسين، سيد حسين من نابلس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام والإكرام، حياك الله، حي بيكم، اللهم ربي وفقكم. السلام عليكم شيخنا. السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أحب أسلم عليك. السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم ربي وفقكم ويعلي سعودكم ويحشرنا وإياكم مع محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ربي وفقكم ويستر عليكم بحق لا إله إلا الله شيخنا. دعواتكم شيخنا، اللهم ربي وفقكم. الله آمين جميعا، جزاكم الله خيرا. أخواني ناخذ آخر اتصال من العلوية، أم محمد بن إيران. إن شاء الله أدعو لكم إن شاء الله. اسمه السيد حسين من النرويج. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا. أجركم أعظم، تقبل الله طاعتكم إن شاء الله. بمناسبة شهادة الإمام علي عليه السلام. سلام الله عليه. أهدي سلامي وتحياتي إلى خبير البرنامج وفضيلة الشيخ ياسر الحبيب. الله يخليك. وأما وأسفي الشديد إلى الدكتور يوسف الصديقي. حياكم الله. وبعد أضيفا على الأكاديمي اللي ما يعبد الله يعبد عائشة الخائنة. وسؤالي من الشيخ، كيف زواج النبي مع عائشة هي كانت الفاحشة والخائنة والكافرة، وكانت تكره فاطمة الزهراء عليه أفضل الصلاة والسلام؟ وعندي حاجة الليلة أسأل الشيخ الدعاء، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ، العلوية محمد، لو سمحت سجل اسمها. اسم الأخت شنو كان؟ العلوية أم محمد. سماحة الشيخ، ناخذ نجاوب على اتصالات الإخوان. نعم، سماحة الشيخ، الأخ حيدر يقول تفضلتم بأن نكاح المحارم هو عند المجوس، فهل يوجد عند العرب كذلك هذا النكاح في عصر الجاهلية؟ ما كان معروفا عند العرب إلا عند أراذلهم، فمثلا يذكر في شأن نسب عمر أنه هكذا يعني تولد من نكاح المحارم، ولكن لم يكن نكاح المحارم فاشيا عند العرب، إلا اللهم أنه كان عندهم نكاح أن يتزوج الابن امرأة أبيه، لا أمه أو أخته أو ابنته، وإنما امرأة أبيه كان يتزوجها من بعده. هذا فقط المذكور من سيرة العرب في الجاهلية. نعم، سماحة الشيخ، الأخ علي من الحجاز كان عنده سؤال مطول حول متعة النساء. ولا يفوتني قبل لا أنسى، عفوا لا أنسى، لا أنسى أنه أيضا ذكر في شأن أبي بكر. لماذا قلت أراذلهم؟ يعني أراذل العرب كانوا يعني ينكحون المحارم. أبو بكر والده اللي هو أبو قحافة تزوج ابنة أخيه فولدت أبا بكر، فكانت هذه محرم عليه، يعني هو عمها فتزوجها. هذا أيضا ما نقل
من قبل بعض المؤرخين وكتاب السير. فالأراذل فقط، لأنه قبيلة عموما قبيلة أبي بكر كانت قبيلة تيم، وقبيلة تيم كانت تعتبر يعني من القبائل يعني المنحطة بالقياس إلى القبائل الأخرى اللي كانت موجودة عند العرب كقريش والقبائل الأخرى، وعفوا يعني البطون الأخرى من قريش. وكذلك قبيلة عمر مثلا كانت قبيلة لا تعتبر من الأشراف يعني. أحسن سماحة الشيخ، لعن الله أبو بكر ولعن الله ابنته الحميراء. الأخ علي من الحجاز كان عنده سؤال حول متعة النساء، يقول عندما يذهب البكريون للطواف ولا يعملوا بمتعة تمتع النساء ويأتوا أزواجهم بعد الحج، فما حكم هؤلاء الأولاد الذين يخرجون من أصلابهم، فهل لهم أبناء حرام؟ وتشعب بالسؤال وقال هل يثبت تحريم عمر أنه يريد إكثار أولاد الزنا، وهل يطبق على المخالفين أنهم أبناء زنا لأنهم لم يأتوا بعمرة التمتع وعمرة النساء؟ تفضل سماحة الشيخ. لا، أولا متعة النساء شيء ومتعة الحج شيء آخر. متعة النساء المقصود به هو العقد المؤقت غير الدائم الذي يكون محددا بأجل ينقضي النكاح بانقضائه. أما متعة الحج فهي المراد بها أنه يجمع ما بين العمرة والحج، يعني عمرة يتحلل بعد ذلك منها الرجل فله أن يأتي أهله، وثم بعد ذلك يحرم إحراما آخر للحج ويؤدي المحرم. سماحة الشيخ، كان الفترة التي تتخلل ما بين متعة الشيخ الحج أي ما بين العمرة. نعم سمعت شيخ، خطأ مني، كانت هي عمرة الحج وليست عمرة النساء، عفوا متعة الحج وليست متعة النساء. تفضل سمعت الشيخ. هي متعة الحج، متعة الحج. نعم باري باري، نعم واضح واضح. فالفترة التي تتخلل بين العمرة والحج في هذه الفترة يتحلل فيها المرء من الإحرام فله أن يأتي أهله، فلذا يقال إنها متعة الحج، أي أن للرجل أن يتمتع بأهله في هذه الفترة. هذا كان يعتبر كفرا عند أهل الجاهلية، يعني الجاهليون ما كانوا يتحملون أن يقع مثل هذا، وعمر لأنه كانت عنده رواسب جاهلية حرم ذلك، قال متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى عهد أبي بكر، وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، وهما متعة الحج ومتعة النساء. أما الحكم الفقهي فيما يتصل بطواف النساء، طواف النساء الذي هو تختتم به أعمال الحاج وبه يحل للمرء أن يأتي أهله، فإذا لم يؤدي هذا الطواف فإن إتيانه لأهله فيه إشكال. من الناحية الفقهية الفقهاء يفتون بأنه طواف الوداع عند المخالفين يحل محل طواف النساء، إلا أنه على التحقيق هذا الطواف يحل محل طواف النساء ويجوز إتيان الأهل ويطهر ما يأتي من هذا الإتيان إذا ما تشيع هذا الإنسان إن شاء الله في المستقبل، لأنه وردت روايات في هذا الشأن ولا أريد الآن أن أخوض فيها، ولكن أتذكر أنه لعله في إحدى جلسات المحاورات أو الأسئلة والأجوبة المسجلة أحد الإخوة المتشيعين من مصر سألني هذا السؤال، وأجبته بأنه نتيجة المخالفين الذين يتشيعون يطهرون تطهرهم الولاية،
فينزل ذلك الطواف وهو طواف الوداع عندهم منزلة طواف النساء، وبهذا يطهرون إن شاء الله تبارك وتعالى. لذلك نحن نحث جميع أبناء أهل الخلاف على أن يتشيعوا وعلى أن يؤمنوا بولاية آل محمد عليهم السلام، ويبرأوا من أعدائهم عليهم اللعنة حتى يطهروا أنفسهم ويطهروا ذريتهم، وإلا فبقاء هذه الحال لا تخلو من إشكال. نعم، عندنا اتصال كان من إيران من الأخ عبد الهادي، وعلى ما يعني سمعته أن لماذا لم يقتل أمير المؤمنين عمر لعنة الله عليه؟ لا، أنا أظن فهمت السؤال هكذا، أنه لماذا بعد قتل عمر لم يقبل بأن يعمل بسيرة أبي بكر وعمر لما عرضت عليه، لما عرض عبد الرحمن بن عوف على علي عليه الصلاة والسلام الخلافة بهذا الشرط، على أن يعمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسيرة الشيخين، فلماذا لم يقبل عمر بسيرة الشيخين؟ قال قبل بكتاب الله وسنة نبيه ولم يقبل بسيرة الشيخين. نقول إن هذا كاشف عن أنه يرى سيرة الشيخين مصادمة لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، وإلا لو كانت منسجمة مع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله لما كان له أن يرفض العمل بها. وبعض أهل الخلاف الجهل يقولون لا، هذا كان من اجتهاده لأنه لا يرى نفسه أقل قدرا من أبي بكر وعمر، ولا يرى نفسه ملزما بالعمل باجتهاداتهما أو باتباعهما، وهذا قول مردود على أهل الخلاف، مردود على هؤلاء الجهل من أهل الخلاف الذين لا يفهمون ولا يعقلون ولا يعني يدركون ولا يحسنون أسلوب الجدال العلمي والمناظرة أساسا. هذا قول يرتد عليهم، لماذا؟ لأنهم قد أخرجوا في صحاحهم حديثا ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وآله، زعموا أن النبي فيه قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وإذن يكون الاقتداء بأبي بكر وعمر أمرا منصوصا عليه، فكيف يأباه علي صلوات الله عليه؟ فهذا كاشف عن بطلان هذا الحديث من جهة، أو لا محالة من القول بأن عليا والعياذ بالله كان عاصيا للنبي صلى الله عليه وآله، وإلا لماذا رفض العمل بسيرة الشيخين وهو مأمور بالاقتداء بهما كما وضعوا هذا الحديث على لسان النبي الخاتم صلى الله عليه وآله؟ فإذا هذا كله يكشف لنا عن أن علي عليه السلام كان يعتبر أبا بكر وعمر على باطل، ولذلك رفض العمل بسيرتهما ولم يقبل هذا الشرط، وكان الذين عرضوا عليه وهم عبد الرحمن بن عوف وجماعته كانوا يعلمون أن عليا سيرفض هذا الشرط، لهذا السبب قدموا هذا الشرط أمامه حتى بعد ذلك يعرضونها على عثمان، فقبل عثمان بهذا الشرط وعمل به. أحسنت سماحة الشيخ. يدخل علينا في هذه الساعة الدكتور عمر من الأعظمية الذي كانت ورقة البحث تدور حول تحديه أو يعني عرضه لسماحة الشيخ بأن يتشيع عندما يثبت له أن فتوى أبو حنيفة فعلا كما ادعاها أو قالها أو تفضل فيها سماحة الشيخ. السلام عليكم دكتور. السلام عليكم أخي عبد الله. حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم شيخ. حياك. حقيقة صعوبة الاتصال من الهراف، أرجو المعذرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا دكتور لما تتصل الرقم ما يظهر على الشاشة، ولا احنا من اليوم كنا ندور رقمك ولكن لم نحصل لأنه يطلع رقم خاص.
نعم حقيقة لتحوطات أمنية تعرف أن منطقة ملتهبة. الله يعينك. أنا رأيت بأم عيني عشرات الألوف ينحرون في الشوارع أمامي مجرد أنهم ذاهبين لزيارة الإمام الكاظم. الله يكون بعونكم إن شاء الله. بعد تحية على الشيخ، حقيقة أنا من صلاة الفجر إلى ما تسمى صلاة التراويح بعثت في مكتبة أبا حنيفة العامرة في آلاف الكتب، ووجدت كلام الشيخ مطابق لما رأيته وبحثته اليوم في تلك المصادر حقيقة. وأحب أن أقول إلى الشيخ، نعم أنا أقر أنك صادق مصدق تتبع الإمام الصادق حفيد نبي الأمة وحديثة، وأشكر لك إنقاذنا من الضلال اتباع ذلك الضال الشاب المنحرف أبا حنيفة أو أحرى أبا جيف لأن جيفته بانت وانتشرت في بقاع الأرض. ولك الأجر والثواب أيها الشيخ الحبيب، وأنا أسأل وعدي ولا يسعنا قول سواه. الحمد لله رب العالمين، وأنا أنتقل من مذهب أبا حنيفة المذهب الجاهل المخالف لأحكام دين الله إلى مذهب النبي محمد وآل بيت الأطهار، مذهب الإمام جعفر بن محمد الصادق. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا هذه الانتقالة، وندعو من الشيخ الحبيب أن يدعو لنا بالمغفرة أما سمع فيه من ضلال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بشرك الله بالخير وهنيئا لك، أسأل الله أن يثبتك على الإيمان إن شاء الله تعالى. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونشكره، الحمد لله، الحمد لله. اخوان توقفوا الاتصالات. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أسلم على أخ عبد الله والشيخ الجليل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظ الله ورعاه، ونرجو من الشيخ يندعينا، محتاجين دعاة الليلة. جزاكم الله خير. عندي سؤال عن الشيخ. إن شاء الله تعالى. أحسن، ممنون. السؤال يعني أخ عبد الله للشيخ، يوضح لنا هذا يوم القدس شنهي؟ هل هو يأيد أنها كل سنة يأخذون إحنا مظاهرات بعنوان يوم القدس؟ يوضح لنا، وهذا يعني الشيء مأيد، هو يأيد أن إحنا وما يصير إحنا نسوي لنا نفرد يوم بالسنة، يوم بقيع مثلا لتحرر من يد ذوي البكرية. وجزاكم الله خيرا، وايد ممنونين. حياكم الله. اسم الأخ شنو؟ أبو ياسين من ألمانيا. اسم الأخ شنو؟ أبو ياسين، سمحت شيخ. أبو ياسين، نعم.
سمحت شيخ، عندنا سؤال من أبو وعد يقول عندما نعرف أن يلا ناخذ اتصال من خلف بس اخوان، بحول اتصال بعدين ناخذ من الشيخ لان عند نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام حج عبد الله، شلونك غاتي؟ حياك الله. صيام مقبول ان شاء الله. منا ومنكم ان شاء الله. لك وللشيخ تحياتنا. تفضل حياك الله. يبقى ظهر ان شاء الله ان الشيخ. حياكم الله. شكرا لكم. انا عندي سؤال اذا ممكن، لانه هسه حديث يدور في احدى القنوات المضللة على موضوع ان الامام علي في حرب الرد مدح او وقف بجانب ابو بكر وعمر بهذا الخصوص في احداث حرب الرد. ارجع اعرف حرب الرد متى حدثت وكيف ان الامام علي في خطبته في نهج البلاغة كما يدعون انه مدح ابو بكر وعمر بهذه المقولة والتي الان يستغلوها لغرض تأليب الناس، او الذي لا يؤيد كلام الامام علي في هذا المقطع يكون هو ضد الامام علي. احسنت. اشكرك انا هواية، وتحياتنا للشيخ ان شاء الله وليلة قدر مباركة ان شاء الله. الله يبارك ان شاء الله يتقبل اعمالك. اخواني وقف الاتصالات خلاص. حياك الله. بدي احول كاميرا بس اسال الشيخ وبعدين ناخذه ما يخالف. اقوال عائشه لانها باطله، كيف ابو بكر اثبت روايه عائشه بان فدك ليست للزهراء مع انها شهاده مراه وشهاده مراه واحده وبطلان اقوال عائشه ولكن اخذ بها ابو بكر. يعني هذه كانت مداخلة من الأخ الكريم فنتركها على حالها، ما كانت سؤال. نعم سماحة الشيخ، كان في سؤال آخر من العلوية أم محمد، كيف تزوج النبي صلى الله عليه وآله من عائشة وهي كانت خائنة وفاحشة؟ ابتلاء للأمة كما سبق وشرحنا أكثر من مرة لكي يعلم الله عز وجل أيهما تطيعون إياه أم هي. وكما زوج الله تبارك وتعالى امرأتين خبيثتين لنبيين عظيمين هما نوح ولوط حتى يختبر قومهما بهما، كذلك الله عز وجل قرر أن يختبر قوم هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وآله ببعض زوجاته، فأمر النبي بأن يتزوج بعضا من هؤلاء النساء الخائنات أو الخبيثات كعائشة حتى يبتلي بهن الأمة. الأخت معصومة من نيسان، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أخوي معكم العلوية أم معصومة. حياك الله أختي أم معصومة، حياك الله. حياك الله أخي. سؤالي لسماحة الشيخ طبعا بعد دعائي له بالصحة والعافية وأتمنى معنوياته أكثر وأعلى بعد، ما أريده تعبان وما أريده يتأثر قبل ما يقتنع، وما يقتنع خلينا يقتنع، خلينا نقدر نخليه يحاول. إحنا ذهبنا من بيه وبأمثال الطيبين الظاهرين. سؤال سمحت الشيخ طبعا هذا سؤال رسمي. ابن عباس عبد الله ابن عباس اذا كان انسان غير جيد، لماذا امير المؤمنين عليه السلام في التحكيم بينه وبين جيش معاويه قد اختاره للتحكيم؟ هذا السؤال. السؤال الثاني يا سماحه الشيخ، هو ما ادري تعتبرها مداخله تريد تعلق عليها يا سماحه الشيخ، لان انا قلبي مليء دم. طبعا في مدينة محافظة نيسان عندنا إذاعات، ومثل ما سمينا حضرتك إذاعات بصرية، يعني ذاك اليوم أحد الشيوخ قلت لنا أقول يا أخي الفاضل شلون تقدر على السيدة انقطع الاتصال من الأخت المعصومة.
سمعت الشيخ، الأخ نعم أبو ياسين من ألمانيا يسأل عن يوم القدس، وما هي مدى يعني، لأن أنا ما سجلت السؤال عدل، بس كان حول يدور حول يوم القدس آخر جمعة من رمضان، وما مدى صحة هذه، هل هي يعني بدعة على مثل ما يقولون؟ يبي شوية اسمعني. سمعت شيخ، يعني هذا أمر لم يأتي، نعم أسمعكم، هذا أمر يعني ليس أمرا مسنونا ولا شيء من هذا القبيل، وإنما دعا إليه خميني وجرى هذا، جرى على هذا المنوال يعني في هذه السنين الأخيرة. وعلى أي حال، لا شك أن الدفاع عن القدس أمر واجب وضروري في الجملة، ولكن الاشتراك في مسيرات هكذا يكون الداعي إليها رجلا منحرفا، أو يكون الحامي لها أو المحتوي لها أو المحتضن لها والمنظم لها نظام جائر، هو أمر محل نظر شرعا. لذلك لا نوصي المؤمنين بالمشاركة في مثل هذه المسيرات، إن كان ولا بد من الدفاع عن القدس فيكون ذلك في أيام أخر وفي مجالات أخرى، بحيث لا يجتمع أهل الحق مع أهل الضلال في ذلك. وأما أنه تأسيس يوم لإحياء قضية البقيع والدفاع عن البقيع ومدينة رسول الله صلى الله عليه وآله، فلا شك ولا ريب أن هذا هو الأولى والأهم، لأنه بالاتفاق إن المدينة أعلى شأنا وأقدس من القدس بكثير، ومقدساتنا المهدومة في المدينة المنورة الدفاع عنها أوجب من الدفاع عن مقدساتنا التي هي في القدس. فوأسفاه أن الشيعة لا يهتمون ب الدفاع عن المدينة المنورة وعن البقيع وعن الآثار النبوية التي هدمت هناك وآثار أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، وتركوا الحبل على الغارب لآل سعود وجلاوزتهم وعصاباتهم الإجرامية التي تحتل الآن الحرمين الشريفين. فالواجب هو على جميع المؤمنين أن يهتموا بيوم عالمي للمدينة المنورة أو للحرمين الشريفين أو للبقيع، والأحسن أن يكون هذا اليوم أن يقرر في يوم الثامن من شوال في كل عام، ونحن بعد أيام نستقبل هذه الذكرى الأليمة. في يوم الثامن من شوال تم هدم مراقد أئمة أهل البيت عليهم السلام وأضرحتهم في البقيع، بقيع الغرقد، ومن الضروري إحياء هذا اليوم بمظاهرات عارمة أمام سفارات آل سعود في العالم، والمنادات بإعادة بناء هذه المقدسات ورفع اليد الوهابية الجائرة عن ضريح رسول الله صلى الله عليه وآله، وتمكين المسلمين من لثم هذا الضريح المقدس والتبرك بزيارة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وفك الحصار عن المدينتين المقدستين مكة والمدينة، ووضعهما تحت الإدارة الدولية المستقلة بما يضمن أن لا تجور طائفة جاهلية منحرفة كالوهابية على سائر المسلمين حين يؤدون مناسكهم وزياراتهم في هاتين المدينتين المقدستين. سمحت الشيخ، الأخ أبو محمد من السويد كان عنده سؤال عن حرب الردة، هل فعلا أمير المؤمنين وقف مع عمر في حرب الردة ومدحه، وكيف حدثت حرب الردة ومتى كانت، وهل فعلا أن أمير المؤمنين مدح عمر في هذه الحرب؟ هذا كله من الكذب والتأويل القبيح
وتحميل كلام أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة ما لا يحتمل. إن أمير المؤمنين عليه السلام لم يمتدح لا أبا بكر ولا عمر في نهج البلاغة، بل على العكس ذمهما. وكنا قبل ليال قليلة قد خلت ذكرنا حكمه صلوات الله عليه بردة طلحة والزبير حين حارباه، واستخرجنا ذلك من نهج البلاغة ومصادره وأصوله. وإنه عليه الصلاة والسلام كان يعتبر أن أبا بكر وعمر مستبدان، وهذا في نهج البلاغة مذكور أنه استبد قومنا علينا وأمثال هذه العبارات. ثم يتمثل بقول الشاعر: ودع عنك نهبا صيح في حجراته، أي في أطرافه، وهات حديثا ما حديث الرواحل. فهو إذن حين يتمثل بهذا البيت الذي هو لامرئ القيس يشبه استيلاء أبي بكر وعمر على الخلافة بالنهب، بأنهم نهبوه. وهذا صريح أيضا في الخطبة الشقشقية حين يقول: أرى تراثي نهبا. فعلى أي حال، المشكلة هي أن هؤلاء الجهلة يأتون ويؤولون، يأخذون الخطب والرسائل الواردة في نهج البلاغة الشريف ويؤولونها هذا التأويل المستقبح حتى يمتدحوا أئمتهم أئمة الجور. والحال أن هذه الخطب أبعد ما تكون عن ذلك، حتى هذه الخطبة التي فسرها بعضهم، وهذا ليس صريحا في الخطبة، فسروها على أنه يقصد من قوله: فنهضت في تلك الأحداث حتى يعني زاح الباطل واطمأن الدين وتنهنه، مضمون الخطبة الشريفة لمن أراد أن يرجع إليها. حتى هذه ليس فيها أنه أيد حكومة أبي بكر وعمر، وإنما إن حملناها على أنه المراد هو دفاعه في حروب الردة وما أشبه، فيكون ذلك من باب نصرته للدين بما هو دين، أنه حتى يبقى اسم الإسلام. ولكن هذا التأويل بحد ذاته مرجوح، يعني لا يمكن لنا أن نحمل هذه الخطبة على حروب الردة أساسا. لماذا؟ لأنه لم يذكر أحد أن علي عليه السلام كان له دور في حروب الردة حتى من المخالفين، بل المعروف أن علي عليه السلام لم يشارك في تلك الحروب. اللهم إلا أثر واحد ضعيف رواه ابن أبي الحديد على ما أتذكر في شرحه، وعن من؟ عن سيف بن عمر الزنديق، هذا التميمي، سيف بن عمر التميمي الذي هو متهم بالزندقة، وقد تحدثنا عنه مفصلا في أوائل هذه الليالي الرمضانية تعليقا على هاي المسلسلات والأفلام اللي تطلع. هذا الرجل الوضاع الكذاب ذكر شيئا ضعيفا أنه علي كان يحرس المدينة في تلك اللحظات، يعني خوفا من أنه يأتي بعض المرتدين ويجتاحون المدينة، لا أكثر من هذا. هذا الأثر الضعيف الذي هو لا يلتزم به حتى أهل الخلاف كونه مرويا من قبل هذا الوضاع المشهور، هذا الكذاب، فكيف يمكن البناء عليه؟ فإذا لما يأتينا نص كهذا في نهج البلاغة لا يمكننا أن نحمله على أن عليا شارك في تلك الحروب، أو أنه يقصد الردة، أي ردة مسيلمة وأصحابه ومن أشبه، لأنه ما عندنا شاهد تاريخي واحد يذكر أن عليا عليه السلام كان له دور في تلك الحروب. فإذا لابد من أن نفسر هذه الخطبة وهذا النص، نفسره بناء على السياق التاريخي. لما نتأمل فيه جيدا نلاحظ بأنه يقصد راجعة من الناس، أو هؤلاء الذين ارتدوا، يقصد هؤلاء الذين جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وآله. وفي البداية هو يعني حاد عنهم أو اعتزل عنهم لأنه كان شيء من الإسلام قد بقي، ولكن لما وجد أن الأمور قد يعني استباحوها وأن الدين بدأ يندثر نهائيا قال: نهضت، فنهضت في تلك الأحداث حتى اطمأن الدين وتنهنه، مضمون كلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه.
فيحمل ذلك على أن نهضته المراد بها ما كان منه قبيل مقتل عثمان الطاغية عثمان ثم قيامه بالأمر وحكم المسلمين. وعلى هذا فسر أكابر العلماء هذا الحديث الشريف ممن لهم الخبرة في هذا الشأن، ومنهم الإمام المجدد الثاني الشيرازي رضوان الله تعالى عليه في تفسيره لنهج البلاغة كتابه توضيح نهج البلاغة، من أراد فليرجع. إذن الاختلاف هو في تأويلكم في الواقع، ليس ها هنا صراحة ونص في ذلك. ولا بد كما قلنا في الليالي الماضية أنه نحمل المشتبه من كلام أمير المؤمنين عليه السلام، المشتبهات أو المتشابهات، نحملها على المحكمات من كلامه، لأنهم قالوا عليهم السلام إن في كلامنا متشابها كمتشابه القرآن ومحكما كمحكم القرآن، فلا بد من أن نحمل المتشابه على المحكم. هذا نص الآن، هبه متشابها، ليس فيه صراحة، ليس فيه نص، ليس فيه وضوح، ليس فيه إحكام نختلف في أنه يقصد أي مرحلة، فلا بد من أن نحمله على المحكم من كلامه. المحكم من كلامه في نهج البلاغة كثير، في الشقشقية وغيرها، وحين ذاك نعرف موقفه بكل صراحة من الطغمة الحاكمة التي حكمت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا ما يقتضيه المنهج العلمي. مشكور سماحة الشيخ. آخر سؤال سماحة الشيخ باختصار إن شاء الله. أم معصومة من نيسان تقول: إذا كان أبو موسى الأشعري منحرفا، لماذا اختاره الأمير أمير المؤمنين سلام الله عليه في للتحكيم في معركة صفين؟ أمير المؤمنين عليه السلام لم يختر أبا موسى الأشعري، بل كان معارضا لذلك. جنده الخائنون المنقلبون وعلى رأسهم الخوارج هم الذين فرضوه على أمير المؤمنين بغير رغبة منه. ولكن لا أدري إن كانت الأخت تسأل عن أبي موسى أم تسأل عن ابن عباس. أنا بالحقيقة ما يعني مو مسجل السؤال بالدقيقة يعني الاسم، ولكن سجلت لماذا اختاره للتحكيم. هذا اللي أظنها سألت، يعني الذي سمعته كأنه ابن عباس، أنه لماذا ابن عباس اختاره، لأنه كانت رغبة أمير المؤمنين عليه السلام أن يختار أولا ابن عباس، وقد سمعت مني أن ابن عباس رجل مذموم. نعم، إن لأمير المؤمنين عليه السلام أن يختار ذلك الحاذق وإن كان خبيثا، شنو المشكلة؟ على هذا مضت سيرة الأنبياء. هو النبي صلى الله عليه وآله يقول فيما عزي إليه أنه إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. ولهذا نحن نكتشف مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله أحيانا كان يكلف خالد بن الوليد الذي هو لا شك خبيث، كان يكلفه بمهمات مع أنه ارتكب فظائع في تلك المهمات. لماذا؟ لأن خالد بن الوليد كان متمرسا في الحرب، كان حاذقا في هذه الأمور. ابن عباس هكذا كان حاذقا في المفاوضات، فلو أنه كان هو الذي يعني مع عمرو بن العاص في التحكيم لما استطاع عمرو أن يخدعه كما خدع هذا الأحمق أبا موسى الأشعري. فلذلك اختاره الإمام عليه الصلاة والسلام، لا لأنه هذا الرجل صالح، ليس هذا بالضرورة، هذا مو من سيرة الأنبياء ولا الأوصياء عليهم الصلاة والسلام، إنما يختارون للمهمة من يكون كفؤا لها مع قطع النظر عن كونه مؤمنا أم لا، لأن المصلحة تقتضي أحيانا أنه نجعل هذا الرجل في هذا المكان في هذا الزمان. أحسن سماحة الشيخ. سماحة الشيخ، في النهاية اليوم في أخ من الإمارات حملني رسالة لك، وكنا في البث المباشر قبل رمضان سألني دعاء ودعينا لأن أخوه يهتدي، وهو كان مهتدي إن شاء الله، وحملني رسالة أحب أوصل لك إياها، لأنه يعني طلب مني أن تكون على الهواء مباشرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عظم الله أجوركم وتقبل الله أعمالكم. أحب أبشرك أخي عبد الله بأن أخي استبصر، والحمد لله بركة دعاء سماحة الشيخ ودعاكم. أتمنى توصل الخبر للشيخ حفظه الله على الهواء مباشرة إذا استطعت، حتى تسر قلبه. بارك الله فيكم، نسألكم الدعاء وشكرا لك. شكرا.
شكركم الله بالخير. سماحة الشيخ في نهاية البرنامج نشكرك وتقبل الله أعمالكم. بشرك الله بالخير. الحمد لله. الحمد ولا تنسونا من دعاء الليلة والإخوان بعد في الكنترول سألوني الدعاء والإخوان اللي كلهم أبو علي والأخ عادل وحسين ومحمد جواد الكل. ونسألكم كذلك أنا عبد الله الخلاف الدعاء. وفي نهاية البرنامج أعزائي المشاهدين أستغفر الله لي ولكم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.